أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أعلن محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل أن هناك تعاونا مع وزارة الموارد المائية لتجريف الجزرات الموجودة في نهر دجلة كونها أصبحت ملاذا للإرهابيين، مطمئنا المواطنين باستقرار الوضع الأمني في عموم المحافظة. تم التأكيد على التعاون مع وزارة الموارد المائية والدوائر التابعة لها في المحافظة للبدء بعملية تجريف الجزرات الموجودة في نهر دجلة واللي هي تعتبر دائما تكون ملاذ لإرهابيين، وهذه القضية احنا راح نتابعها استخباريا وعملياتيا مع قيادة العمليات لمكافحة هؤلاء الإرهابيين اللي احنا نعتبرهم جزء سيء من المجتمع يجب ان يستأصل. ايضا احنا نأكد على المواطنين بأنه احنا اليوم في مرحلة وصلنا مرحلة أمان واستقرار في المحافظة.